ماجد، لا نعرف متى تحديدا تم إجراء هذه المقابلة، لكنها هي يعني حسب ما أشارت وكالة سبوتنيك الروسية هي المقابلة الأولى الصحفية للبرهان بعد الإجراءات التي اتخذها الاثنين الماضي، ووصفها البعض طبعا بأنها انقلاب عسكري، فيما وصفها آخرون بأنها تصحيح لمسار الثورة، ربما في مواجهة الضغوط الغربية الكبيرة. ماجد، ربما يعني يبعث البرهان برسائل تجاه روسيا، يعني رسائل مغازلة باتجاه روسيا حسب ما يقول محللون، أو هي رسائل فيها تأكيد وتجديد على العلاقة التي تربط الخرطوم بموسكو، خاصة أن البرهان أشار طبعا إلى أنه يثني على الموقف الروسي تجاه المستجدات في السودان، مشيرا إلى أن موسكو ظلت على الدوام إلى جانب خيارات الحكومات والشعوب في تقرير مصيرها، ربما في يعني إشارة مبطنة إلى الضغوط التي يواجهها من الطرف الآخر غربا، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. في الغالب حسب معلوماتنا ماجد، ربما يصدر في الساعات القليلة المقبلة بيان جديد عن الترويكا، الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج. حسب المعلومات التي وردتنا، البيان ربما يحمل صيغة ولغة أكثر تشددا تجاه ما يجري في السودان. في بالتزامن ماجد، طبعا هناك جهود كبيرة وحثيثة يعني معالجة الانسداد السياسي البالغ الذي يعيشه السودان، مع احتقان كبير في الشارع. هناك وساطة جنوب سودانية مستمرة منذ الأمس بلقاءات مكثفة يجريها هذا الوفد مع البرهان حمدوك وقوى الحرية والتغيير، كذلك المبعوث الأممي إلى السودان يقوم بجهود مماثلة، وهناك جهود وطنية يقودها قانونيون وأكاديميون في هذا السياق. بقي لي أن أشير فقط ماجد إلى أن يعني شوارع الخرطوم لم تعد إلى طبيعتها. صحيح أن هناك حركة، لكنها ليست الحركة الاعتيادية. هناك تقارير تتحدث طبعا عن استمرار العصيان بشكل كبير، مع إشارات إلى أن المصارف ستعود للعمل غدا، ربما بشكل مؤقت، لا نعلم حتى الآن ماجد. نعم، من منطقة المقرن شمالي الخرطوم مراسلنا خالد عويس، شكرا لك.